وأنت، نعم أنت، إياك أعني، أما أن أنت تتوب؟ أما أن أنت تتوب وتستغفر علام الغيوب؟ أما أن أن تنضم إلى قوافل العائدين؟ أما أن لما أنت فيه متاب؟ وهل لك من بعد الغياب إياب؟ تقضت بك الأعمار في غير طاعة سوى عمل ترجوه وهو سراب. هلك المسوفون والمسوف الذي يقول سأتوب وهو مصر على الذنب. كم قلت له كم ستعيش؟ 20 30 بل 80، ثم ماذا؟ لا بد من الرحيل من دار الغرور. طالت بك الأيام أم قصرت عنك الليالي؟ يا للهول يا للمصيبة، لقد ذهبت تلك اللذات وانقضت تلك الحسرات، فلم يبقى إلا الآلام والحسرات، وحسرتاه على أصحاب لم ينفعوا، وحسرتاه على أحباب لم يشفعوا. يا حسرتاه يوم طال السهر ولم أعد زادا للحفر. يا حسرتاه على عمر مضى وزمان ولا وانقضى ولم أتقي فيه حر لظى. يا حسرتاه على صلاة أضعتها وزكاة منعتها وأيام أفطرتها. يا حسرتاه على أوقات أهدرتها. يا حسرتاه على ذنوب ارتكبتها وفواحش اقترفتها. يا حسرتاه يوم لم يلتج لساني بذكره ولم تقم جوارحي بشكره. يا حسرتاه يوم يفوز الصالحون بالدرجات. يا حسرتاه يوم يهوي الظالمون في الدركات. قال سبحانه: وأنذرهم يوم الحزن إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. لقد ذهبت تلك اللذات وانقضت تلك المسرات، فلم يبقى إلا الآلام والحسرات، لم يبقى إلا الآثام والأوزار والتبعات. تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. قال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال جل في علاه فاتحا أبواب الرحمة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل في علاه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فاللهم يا من وسعت رحمته كل شيء ارحم عبدك الضعيف المسكين. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. والرب أدعو مخلصاً.